السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة سعد الحجر. النهاردة إن شاء الله هنبدأ سلسلة دروس تعلم برنامج أدوبي إليستريتور، البرنامج الممتع، البرنامج المهم جدا لأي مصمم. أي مصمم بيتعلم شوب إليستريتور، بعد كده بقى خش في أي حاجة، خش بقلبك جامد، أي حاجة هتقدر تعملها، أي تصميم هتقدر تخش عليه وتعمله، يا إما بالفوتوشوب يا إما بالإليستريتور. عايز تعدل صورة، عايز تعمل أي حاجة خش على الفوتوشوب، عايز ترسم لوجو بدقة عالية جدا، عايز تشتغل في الموشن جرافيك، ترسم شخصيات الاول بتترسم على الإليستريتور، وبعد كده بتخش على برنامج الموشن جرافيك وبتبدا تحرك الشخصيات عليها. انت كل المطلوب منك ان انت تنزل البرنامج ورقه وقلم وتطبق معانا، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. ولو انت تعرف حد عايز يتعلم الإليستريتور فيا ريت تعمل له شير، ويلا بينا نخش على طول. النهارده ان شاء الله هناخد اول درس من دروس برنامج ادوبي إليستريتور خاص بالمبتدئين، إليستريتور 2022. لو انت عندك اصدار قديم شويه عن 21 او 20 او 19 فانت قريب جدا من البرنامج، مش هتفرق معاك في اي حاجه. فافتح البرنامج معانا كده وتعرف عليه واحنا مع بعض كده. واول حاجه هتعملها تشترك في القناه عشان يجيلك الاشعارات وتبدا تتابع معانا الكورس للاخر. ويلا بينا على طول نبدا في الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه برامج ادوبي كلها اول ما بتفتح البرنامج بتجيلك بالشكل القوايم هنا كده، والنيو فايل والاوبن والهوم والحاجات دي كلها، والمقاسات اللي تحت دي بتاعت الموبايل والاي 4 والحاجات دي كلها زي ما انتم شايفين كده. انت اول حاجه بتعملها لما تيجي تفتح بروجكت جديد او ملف جديد نيو فايل بيجيلك التيبل ده، ده موجود في كل برامج ادوبي. تلاقي هنا على اليمين المقاسات والاسم واذا كان بالطول بالعرض الريزوليوشن والحاجات دي. فاحنا مثلا هنا هتلاقي فوق هتلاقي الريسنت ديت الملفات اللي انت فاتحها قبل كده، تمام، سيفد اللي انت حافظها قبل كده برضو، الموبايل مقاسات للموبايلات، مجموعه من الموبايلات يعني مش كل الموبايلات، الويب مقاسات مواقع الويب ديت، البرنت برضو مقاسات للورق الاي 3 والاي 4 والبي 4 والحاجات دي. الناس اللي شغاله في الطباعه هتفهم طبعا المصطلحات دي او تفهم المقاسات دي كويس. عندنا هنا في الفيلم والفيديو، الفيلم والفيديو يعني عندك هنا الاتش دي 720 هنا 1080 4K 9K 2K الحاجات دي كلها للناس اللي هي شغاله على الفيديو. عندنا الارت اند الستريشن ديت خاصه بالناس الرسامين اللي بيعملوا اشكال معقده شويه فهم بيشتغلوا على المقاسات. احنا مثلا هنختار البرنت ونبدا نحط مقاساتنا. لو احنا ضغطنا على اي حاجه من دول هتدينا هنا، لو بصينا هنا كده هتدينا المقاسات بتاعتنا. نضغط هنا كده هتلاقي غيرت معاك المقاسات. طيب تمام، اول حاجه فوق خلاص هنا اسم الملف او البروجكت اللي انت هتعمله، هتسميه زي ما تسميه، مثلا هتسميه سعد مثلا. وهتيجي تحت هنا هتلاقي الويدث اللي هو العرض والهايت هو الارتفاع، وهتيجي هنا هتلاقي وحده القياس البيكسل والبوينت والبايسس والانش والفيت والحاجات دي كلها. احنا طبعا هنا بنشتغل بالسنتيمتر، وبنيجي لما بنعمل سنتيمتر بتختلف معانا هنا، تمام، المقاسات. عايز احط اي مقاس ان كان بعمله اخليه على الاي 4 مثلا، اول ما بضغط هنا بتحاول برضو بالمليمتر. انا عايزها بالمليمتر عادي، مش هتفرق لو فتحت على فكره على المليمتر نفس المقاس ده مش هتفرق، لكن انت لو بتحط انت مقاس بايدك لازم تحط بالسنتيمتر كده وتحط المقاس اللي انت عايزه. باجي هنا اشوفها بورتري ولا لاندسكيب. بورتري او لاندسكيب يعني لو بصيت هنا بص معايا كده على الارقام دي، اول ما بضغط هنا الرقم اللي تحت بيطلع فوق واللي فوق بينزل تحت، لو جيت كده هتلاقيها برضو نفس العكس، تمام. عايزها واقفه ولا نايمه، هي كده يعني، هي يا اما راسي يا اما افق. وعندك هنا الارت بوردس، الارت بوردس ديت يعني خليها فيديو هي والبليد. عندك البليد هنا برضو، تمام، البليد دي عامله زي الجايد في الفوتوشوب، بس طبعا هي مش في الفوتوشوب مش واضحه، مش جايه كده، احنا بنعملها من داخل البرنامج، لكن هنا في الإليستريتور جايبينها لك من بره هنا قبل ما تشتغل خالص. انت بتعمل الجايد بتاعك او البليد بتاعك من المنطقه دي. فاحنا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الارت بوردس وهنتكلم عن البليد. هننزل تحت كده هنلاقي الادفانسد، لو ضغطنا كده مش هنلاقيها، لو ضغطنا كده هتلاقيها. في حاجه هنا اسمها الكالر مود، لو ضغطنا كده هنلاقي حاجتين، عندنا الار جي بي كالر وعندنا السي ام اي كالر. الار جي بي خاصه بالشاشات، اي شاشه، تابلت، كمبيوتر، لابتوب، موبايل، اي حاجه خاصه بالشاشه. السي ام واي كي خاصه بالطباعه، هتلاقي في فيديو ان شاء الله في الاي يعني شارح كل موضوع الالوان خاص باختيار الالوان وازاي تختار الالوان والفرق بين السي ام واي كي والفرق بين الار جي بي وعجله الالوان وكل الحاجات الخاصه بالالوان هتلاقيها ان شاء الله في الاي. هننزل تحت هنا هنلاقي تحت كده هنلاقي ريزوليوشن بتاعه التصميم بتاعك اللي انت هتعمله. هنا خليك دايما على 300، تمام،
بس هو الفرق ايه بقى، ان الاليستريتور ما بتفرقش معاه موضوع الريزوليوشن ده خالص، لان هو شغال بحاجه اسمها اندبندنت، يعني شغال بالمسارات، مهما تكبر ومهما تصغر ما بيتاثرش التصميم بتاعك بالتكبير والتصغير زي بقيه برامج ادوبي. باجي هنا في حاجه هنا اسمها مور سيتنج، لو ضغطت كده هتلاقي اسم الملف اللي انت مسميه والحاجات دي كلها زي الواجهه اللي كانت بتطلع معانا، او التيبل ده كان بيطلع معانا في الاصدارات القديمه من برنامج الاستريتور. هتلاقي برضو ايه الارت بوردس والمقاس اللي احنا خدناه والسنتيمتر والبليد والحاجات دي كلها بنفس الطريقه. طبعا احنا مش محتاجين الكلام، تمام. هنعمل كريت، اول ما بتعمل كريت بيبان معاك الشكل بالطريقه دي. حلو الكلام، حلو الكلام. اول حاجه على زي بقيه البرامج ادوبي هتلاقي هنا على الشمال الادوات، على فكره انت ممكن بدل ما تحطها هنا هتحطها هنا عادي، يعني انت مش فارقه معاك، حسب دماغك انت ممكن تشغل دماغك وتشتغل زي ما انت عايز. لو ضغطت على السهمين الصغيرين دول هتجيب لك الادوات بتاعتك، هتجيبها لك على 2، لو ضغطت عليها كده هتجيبها لك على 1، على عمود 1، تقدر تطيرها كده وتشتغل بيها زي ما انت ايه شغال كده، تحطها هنا تحطها هنا زي ما انت عايز. هنجيبها هنا كده، اول ما الخط الازرق ده يجي كده بتسيب ماشي. ونيجي هنا على اليمين، في هنا قائمة اسمها بروبرتس، دي قائمة خاصة بالحاجات، أي حاجة أنت بتعملها هنا كده بتبان معاك الخصائص بتاعتها هنا كده. يعني احنا عملنا كده، لو غيرنا وجينا هنا مثلا وغيرنا وعملنا أحمر بتدينا أحمر، طب احنا لو جينا هنا برضو عادي تغير، لو جينا هنا. طبعا القائمة اللي احنا شايفينها فوق دي اسمها قائمة كنترول، لو أنت مش لاقيها في البرنامج بتاعك بتضغط على قائمة ويندو وبتيجي هنا على كنترول وتضغط. لو ضغطنا دلوقتي هنلاقيها مش موجودة، ضغطنا تاني هتيجي معانا. طيب القايمة دي فيها كل اللي موجود هنا، هنا الالاين، لو دوست هنا على الالاين هتلاقي نفس الالاين اللي تحت هنا، لو ضغطت هنا كده هتلاقي برضو نفس الحكاية. هنا الستروك بتاعك هنا اهوت، برضو هنا هتلاقي الستروك، بتقدر تغير لونه وتزود حجمه، نفس الحاجات اللي هنا نفس الحاجات اللي هنا. عايز تشتغل بديت بالكنترول ماشي، عايز تشتغل بالبروبرتس انت حر. قبل ما نشتغل على اي حاجة عايزين نعرف، طبعا دوس ديليت فشلت على فكره 90% من الاختصارات موجوده في الاليستريتور في بقيه برامج شركه ادوبي. فوتوشوب برضو انت لو متابع معانا الكورس تلاقي اللينك بتاعه برضو موجود تحت في الديسكريبشن، او هتلاقيه في الارض. احنا عندنا حاجه عايزين نوضحها الاول، ايه هو الاليستريتور. هنفتح الملف ده، احنا قدامنا لوجو، لو جينا على اللوجو ده وحولناه راستر، جينا هنا على اوبجكت وحولناه كده، عملنا استرايز وقلنا اوكي، ونكبر كده كنترول زائد نكبر كنترول ناقص بتصغر، او برضو بالالت وبالسكرول بتاع الماوس بتقدر ان انت ايه تكبر وبتصغر. احنا ممكن نقربهم من بعض شويه، تمام كده، نيجي كده بالالت ونضغط كده بالسكرول، نسكرول كده وبرضو بالماوس وبرضو بالمسطره او بالسبيس، اول ما تضغط عليها بتديك الايد ديت، وتيجي كده تبص على ده العادي بتاعنا اللي هو الامتداد بتاعه الاي او الاي بي اس، هو الاستريتور اصلي، وده اللي احنا حولناها راسترايز. لو بصينا كده للاثنين هنلاقي ده مبكسل شويه، طب لو كبرنا شويه هنلاقيه مبكسل، طب نبص هنا ما حصلش حاجه، طب نبص اكتر بقى عايزين نعرف اكتر. كنترول زيرو طبعا انت ايه بتجيب لك الشاشه في سكرين، هنكبر كده نخش على اللوجو من فوق عشان يبان معانا اكتر، نكبر 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 كده، بص كده تلاقي الحوافي في بكسله، البكسله ديت ان الصوره ديت شغاله بكسل بس، يعني دي وحده قياس الصوره. لكن هنا لو جينا كده كنترول زيرو وعملنا الت وجينا هنا كبرنا وبصينا كبر زي ما انت عايز بقى، يعني بص كده حدود شارب جدا جدا جدا، يعني كده بص هتلاقي حدود كلها شارب، مهما تكبر كبر زي ما انت عايز للصبح مفيش اي مشكله خالص. طيب كنترول زيرو كده احنا عرفنا ايه، ده الاستريتور وده بيكسل صوره. الاستريتور يعني امتداده اي بي اس او اي اي، شغالين هنا على حاجه اسمها مسارات او شغل فيكتور، وهنا ده صوره كل ما تكبر تبكسل، لكن الصوره هنا كل ما تكبر تحلى. يعني لو عايز تعمل مثلا كنترول زد ده على فكره برضو بيرجع بيعمل تراجع وزي الفل برضه، تمام. يعني انت لو عايز تعمل بوستر او لوجو على مقاس 20 متر هيتطلع بدقة عالية جدا، لكن انت هنا بتعمل حساب المقاس او بتعمل حساب المقاسات قبل ما تشتغل في البداية خالص، لكن هنا ما تعملش حساب اي حاجة، انت ممكن تعمله سنتي في سنتي هنا
وتيجي تكبره على 10 في 10، 10 متر في 10 متر. لكن هنا لازم تعمل مقاسك الأول مظبوط عشان تعرف ترسم اللوجو على الفوتوشوب، ده الفرق بينه وبين الإليستريتور. نقفل بقى كده خلاص، ما عدناش محتاجين ده، ونيجي نبص على الانترفيس بتاعه. الانترفيس عندنا هنا ده الكنترول، الكنترول ده يعني أي حاجة هنا، دي الخصائص بتاعتها تقدر تعدل فيها وتغير فيها، تكبر تصغر تغير لون. هنا الاوستي، حاجات ان شاء الله هنشرحها كلها بالتفصيل، بس احنا بنوضح الصورة بتاعتها. هنا الالاين، يعني لو عندك مثلا حاجتين ضغطنا الت على فكرة، طبعا احنا هنا بنحول، طبعا ده سيليكشن تول، دي سيليكشن تول اللي بتقدر تحرك بيها اي عنصر، تمام. لو ضغطت الت وسحبت ما تشيلش ايدك من على الارض، تشيل ايدك من على الماوس وبعدين تشيل ايدك من على الارض. وجبنا دي كده ودي كده ونشطناهم الاثنين مع بعض، هتخش على الالاين تقدر من هنا ان انت ايه تجيبهم قصاد بعض، تجيبهم على بعض. المقابل لها هي القايمه بتاعه البروبرت. طيب انا الانترفيس ده مش عارف اشتغل بيه، لان انا شغال مثلا على الرسم او شغال في مطبعه او شغال ايا كان على الويب على اي حاجه، انا لازم يكون لي انا انترفيس خاص بيا. لو جينا هنا وضغطنا نلاقي هنا في ورك سبيس كتير، يعني حاجات كتير. لو جينا هنا مثلا اسينشال، انت اول ما تفتح اصلا هنعمل هنا حاجه اسمها ريست الاول، معلش اسفين، انت اول ما بتفتح اسينشال اللي هي دي تلاقيها بالشكل ده، تمام. طب انا مش عايز الشكل ده، انا عايز اغير مثلا اخليه بينتنج، يعني انا عايز اشتغل على الرسم، بتجيب لي الشكل بتاع الرسم، جايب لك الالوان اهي السويتش والبراري والجايد والكالر والحاجات دي، والبروش هنا تحت هنا اهي، والقايمة لاير تحت هنا اهي، كل الحاجات اللي انت خاصة بالبينت، خاصة بالرسم، تمام. طب انا عايز اعمل حاجة خاصة بيا انا، يعني انا خليني انا دخلت كده لقيتني انا على السنشال كده، طب انا عايز اعمل حاجة خاصة بيا، بقفل اللي انا مش عايزه. مثلا انا هخلي اللاير، قايمة لاير اخليها، واخلي البروبرتيز معانا، وهقفل الليبراري دي، ونيجي على دي برضو نقفل كده. احنا ما عندناش غير البروبرتيز وعندنا قائمه لاير. طب تمام، اي حاجه عايز تجيبها هتخش هنا على قائمه ويندو. انا عايز مثلا قائمه كنترول، عايز الكنترول، تمام، اي جات الكنترول معايا. طيب انا عايز مثلا الكالر، يعني الكالر بيجي معاه كالر جايد، يعني انت اول ما بتجي بتضغط على الكالر او الكالر جايد بيجي، هما الاثنين بيجوا مع بعض. طيب انا عايز كمان الوان، عايز الالوان كلها معايا. طبعا احنا هنا لو ضغطنا ده زي ده ارت ووردز اهي خليها معانا هنا. عايز كمان جريدينت الوان برضو خليها معانا. عايز حاجه للتكست، لو جينا هنا الباراجراف وما لقيتش الحاجه هنا كده، تيجي هنا كده على السهم ده، تضغط السهم كده تنزل لتحت تلاقي عندك هنا الستروك، عندك هنا السويتش، برضو ناخد السويتش عشان الالوان برضو. السويتش بيجي معاه البروش وبيجي معاه السامبل زي ما احنا شايفين كده. اخش هنا مثلا انا عايز حاجه خاصه بالتايب، طيب اهيت، واجي اخش مثلا على الكاركتر، دخلت على الكاركتر هتديني معاها الباراجراف وهتديني الاوبن تايب، حاجات الخاصه بالكتابه او التكست. طيب انا عايز بقى ايه، ارتب بقى الشكل ده واصمم شكل او انترفيس خاص بيا، اعمل ايه؟ اجيب الالوان كلها مع بعضها عشان تبقى كلها جنبي، يعني بدل ما اسافر لواحده هنا هو الثانيه تحت هنا والبتاع، لا انا بقى اخد الكلر كله احطه مع بعض، باجي كده بسحب كده واجي كده، اول ما اجي هنا كده الخط ده كده بيزرق بتسيب هما اللي كلهم كده ايه شابكين مع بعض خلاص. الارت بوردز ممكن احطها هنا جوه هنا هو مع الايه مع اللاير. الارت بوردز بيجي معاها اسيت اكسبورت، يجي على هنا الكاركتر والباراجراف والحاجات دي نحطها كده خلاص. انا عندي كده ثلاث قوائم اهو، اجيب دي كده لو جيت خدتهم كده وجيت كده، اول ما الخط الازرق ده يبان قدامي بسيب، هي بتلزق فين؟ في الجنب ده، تمام. باجي اضغط هنا على السهم ده كده بيخش هم كلهم هنا. طب انا عايز دول، ممكن اجي جنبهم هنا كده، اول ما اجي جنبهم كده بالماوس كده بتزرق خلاص كده تمام، يبقى انا اعملهم كده. عايز دي بره خالص، هنا اجيبها هنا بره خالص، اللي هي البروبرتيز اجيبها بره، تمام. واقدر هنا اصغر كده، اقدر اصغر كده، اجي هنا الحاجات دي اصغرها كده بالشكل ده بحيث ادي لنفسي مساحه ان انا اشتغل. هنا البروبرتيز بره، ممكن اخد اللاير ده وقائمه لاير واحطها هنا بره كده، واسيب دول كلهم كده زي ما هم كده، او ممكن اجي هنا خالص اخد ده كده احطه هنا كده، ويبقى عندي عمودين بس شغال عليهم، تمام. اللاير والبروبرتيز بره عشان هم دايما احنا بنبص عليهم، تمام. والالوان بقى منين ما احتاج الوان، بخش على السويتش، بخش على السيمبل بروش الحاجات دي، او هنا الالوان هي حتى العلامه بتاعت الالوان موجودة هنا، الكرر جايد، تمام. الجريدينت انا ممكن احط الجريدينت هنا في القائمة، اسحبه كده واحطه هنا كده، لو ضغطت هنا كده هلاقيه معاهم،
ممكن احط ده قدام، اجيب ده كده. انت حر تقدر تعمل اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه. انا كده ظبطتهم وتمام. طب انا عايز احفظ الشكل ده، مش كل مرة اقعد اعدل واظبط الشكل كده عشان اعرف اشتغل. طب اعمل ايه؟ عندي هنا في قائمة ويندو، لو ضغطنا على السهم ده كده لفوق شوية، معلش بتديني سهم فوق كده، لو مش هتاكل السهم هتلاقي فوق هنا حاجة اسمها ورك سبيس. ورك سبيس نفس اللي احنا كنا هنا لما جينا هنا، في حاجة هنا موجودة اسمها ورك سبيس، ده كل ده ورك سبيس. طيب لو جيت ضغطت على الويندو هلاقي ورك سبيس، بقدر اختار منها هنا نيو ورك سبيس، ولو ضغطت هنا كده هتيجي هتعمل نيو ورك سبيس. طب لو ضغطنا نيو ورك سبيس ممكن نسميه اي اسم اي حاجة، تمام، ونقول اوكي. انا مثلا جيت فتحت حاجات، جيت مثلا على ده فتحته، وجيت على ده فتحته، فتحت ده كده، فتحت ده كده، وحطيتهم هنا كده، جيت حطيت هنا كده مثلا في الحتة دي كده واحدة وكده، حطيتهم كده تمام، وجيت مثلا على دي وسبتها كده، دي وسبتها كده. طيب انا لو قفلت البرنامج وفتحته هلاقيهم كده بنفس الشكل. طب انا عايز ارجع ان انا خدت استغليت الحاجات دي، خدتها بره كده واشتغلت عليها وبتاع، وجيت هنا مثلا لو ضغطت هنا كده وجيت ضغطت هنا كده على السهم ده كده هيطلع لي القايمه دي بره كده، تمام، وانا اشتغلت وخلصت شغلي. انا عايز ارجع الورك سبيس بتاعي او الانترفيس بتاعي للاصل، للشغل اللي انا كنت شغال عليه او اللي انا كنت حافظه، تمام. بضغط هنا لاني انا معلم على اس اي اس اي، ماشي، عايز ارجعه لاصله، بضغط هنا ريست ساسا، خلاص كده ساسا رجع زي ما كان تاني، وابدا اشتغل من جديد واظبط حالي كده. يبقى خلص الفيديو بتاع النهارده، واستنونا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله عشان في حاجات افضل بامر الله. ما تنسوناش ادعمونا لايك وشير وسبسكرايب، واي حد تعرفه عايز يستفاد من الالستريتور او يتعلم برنامج التصميم يا ريت تشير له او تعمل له منشن او تعمل له اي حاجه، المهم يوصل له الكورس بتاعنا. في نهايه كلامنا، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت التواب الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.